Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وقال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بأنكم هذيننا ولا ليال annakana na waafajiyay inaan Ilaahay dirtiinni soo booqano innikana inni waafajiyay inaad Ilaahay dirtii aad noo soo dhaweysaan oo Ilaahay dirtii masaajidka aan ugu wada tukano Ilaahay dirtiin aan u wada fadhiisano taas waa nicmo weyna hadith al-Qudsi ba Ilaahay yiri wajabat mahabbati lilmutahabina fiyya وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وحديث القدس إلهي بالك هو أني قدرتي اسكو جعل أني قدرتي اسكو زيارني أني قدرتي اسكو بوقني إلهي بالك هل قعيل كي يا واجبي فدقا أن إلهي درتي أنو وضا فريساني أي أن إلهي جل وعلا جعي الذي سيرضيه سأنكم متيسنين إن شاء الله ilaahay na kulligan waan wada baahanahay mar walbana waxa la naga rabaa ilaahay inaan garano oo ilaahay jalla wa ala aan ugu mahadnaqno nicamta ilaahay uu nasiyay aadam alayhi salaam markii ilaahay nabi aadan uu abuuray erigii uu horeeyay nabi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa alxamdulillaah markuu hindisooday Qur'aanka suuradda ugu weyn aadam suura fi kitaabillaahi azza wa jalla wa suuratu al-faatiha ayaduna ba'da al-basmala waxay ku bilaabantaa alxamdulillaahi rabbil aalamiin mahad dhammaanteed waxay u ahaatay lillaah aalamiinta oo dhan allihii rabbiga u ahaa أهل الجنة هم مركي جنة أي قلان إياك لفتقوك هذا أودن بأي أورن دونان وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين مركي إلهي بريان إلهي أي قو شكرين أيان بد بادة إلهي أكبد بادة دباتة دي قيامها إيا نارتي إيا جنة إلهي جل وعلا أود حلسيي بأي أورن دونان وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور بنك قيام خلق مركه جوج سدان كل ودس سو ودا تاغان حدا اهل الجنه ايهين حدا اهل النار ايهين انتبا ارغا ودنباي اي اورن دونانا وا الحمد لله رب العالمين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أهل الجنة جنة أي متيستين جنة أي هلين بدبادة إلهي جل وعلا النار تأي دباتة أكبد بادية كحمدنا يان لكن أهل النار كم حي كحمدنا يان بل ليدي أهل النار كنا عدل إلهي مرك أركان بحمدنا يان وما ربك بظلام للعبيد نفول بحلك وحي لاتم يديب اللقاء بالمرين دونا أفضل الدعاء نوح نبي قولين تهي الحمد لله أفضل الذكر لا إله إلا الله عبادة قولك توقف فضل بدم النبي قول عليه الصلاة والسلام ولا إله إلا الله
وأفضل الدعاء الحمد لله بريء إلى حيل برينا وحوقف اللي بدن إن أتداد المرول بالحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي بالعداد شكر دان ونعمة أن نسيي أد يقول شكر دان بإلى حيل أنو ونزي أدنيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا أورنجري صدح هايلو بن أبو أورنجري صدح بإن جاحدا استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتغن با لغايري إله آد بر يسا إمر والبا آدن نقون يسا حق يسا وآل دافت بدن ونحريس بدن ويان أدعوني أستجب لكم با إلهي إبوديست أنيقو إبريا أنيقو نوانينيق أجيب يا دعا ديني لإن شكرتم لأزيدنكم حدا نعمت إذا إيقو الشكر دان با إلهي أنيقو نوانيني بيرنيا دنبي لا تهو مر والبا دنبي أكاس ودعيا بركا استغفارتها كتغن مر والبا وحاتها مدباهن باهد هذا إلهي وشيغو إلهي بري وساعدها دعاء الله أقبله دعاء إلهي أقبله إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام نبي قلنا وشيغي حلقا إلهي بري وباهد هذا إلهي وشيغو صلاة مركا لغا بحا دعاء والله أقبلا روبك مركو دعيا دعاء والله أقبلا مالنت جمعة ساعة الإجابة كجرتا هبين والبوحة والنبي قلنا شيئين كجرتا ساعات إلهي تبارك وتعالى ودعاء أقبل يو ولي يا وحي ويدسنا يا حنسية أيا توبتك أنا توبتها أنك أقبل أيا مارك تاني دم بداف دوني دم بيجي سهان دافة ساعدها كعو إلهي لم ناجو يباهد هذا إلهي أشيبو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء فقيمن أن يستجاب لكم النبي عليه الصلاة والسلام مركو أدونك إلهي سوجود واشب بدن يهي ومركو سجود وجهك ودولك وكوهي حلقا دعاء بدي أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحا حقيقة أبو النبي قل يا حلقا أنك دعيست إلهي دعاء سين وأقبل أيو ولالك أغا مسلم كا وأنكا ورقب وذو دعيسا بظهر الغيب أدوك دعيسا وذي إلهي إيمان ويديسا هداية إلهي ويديسا توفيق إلهي ويديسا برواق إلهي أدو ويديسا عفماد إلهي أدو ويديسا تاسان أوغو إجابة دوب النبي عليه الصلاة والسلام أدوك ولالك أغا مسلم كأن ورقاق بن مركا دو دعينيسو كوركاق ملك باتاقن مرالي مركا دو ولالك أدو عيسد با ولك مثله ملك يوحو كليه آمين إله دعا دا أقبل ولك مثله أدوكنا وحاد ولالك أدو تري أدوكنا أنك كون لي آمين دبو كليه ملك دعا دا داس أدوك إلا أقبل يا إلهي باقران لكن دعا دا ملك ومستجاب ويان مركا دو ولالك أغا مسلم كيسوكم كاورق بن أدو دعا يسد وحاد ولالك إلهي أدو ويديسد أدغنا ملك با دعاء دا طول ميدا كولا دول تاغنو إلهي كو بريايا أدعوني أستجب لكم إبريا با إلهي كولا يا دعاء دينا وانا قبلي مركا دعانا توقف اللي بدنبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام وإنا تدادد الحمد لله رب العالمين ما أنت إنك سؤاشي نابدن باهدي نابدن وحددكو إنت بدن أي إيغان أنت النعمة ده كم مقام بي إيغان أنت النعمة ده حيستان ما إيغان نعمة ده أرقى نعمة ده مقلقى نعمة ده عافماتك نعمة ده إنسانية ده نعمة ده أرزاق ده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه نعمة إلهي نقوق الله ده سيحداد ترسام با إلهي ليه مسوكوا بك رسام إلهي بينو نعمي بركة دعانة توقف اللي بذنبو نبي قدوا محي وإن أتراد مر والبا الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام ولما نعمة أقوين إلهي جل وعلا ونسيي ونعمة إسلام نمد أقوين ضد بضن وما أنت مسلمين نعمة مقدريان نعمة الإسلام هذا قرن لهين ونوسو إيقين لهين إيدا نعمة نوغفلا مثقال ذرة من إيمان قفك قلبك مثقال ذرة من إيمان وخيرا أما إيمان أو قلبي جيس كجرى الدنيا كتجر أبو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي الجنة وح وكسيا جعل لك الدنيا توبن كيل لك بجنة إلهي كسيا موسى عليه السلام إلهي وكي بريء يدي كلمة أكو بريء سي مرقاس إلهي كوي يا موسى وحات رادا لا إله إلا الله ده
markaasuu yaa rabbi adoomahaaga wan wanaagsan kelmaddan way yidhaahdaane tugu aniga ii gaaray siyoon kugu baryo. markaasaa ilaahay yidhi muuse, yaa muuse, toddobada ciriga toddobada dhul haddii la qaado miisaanka kafad la saaro kelmaddaana kafadda kale la saaro kelmaddaaba ka culus baa ilaahay ku yidhi. xadiis saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maalinka qiyaamaha nin ummaddayda ka mid a ayaa ilaahay banka qiyaama kala soo dhex bixi doonaa, waa laga soo dhex soocan doonaa, markaasaa la hor dhigi doonaa 99 diiwaan oo midkii la fura buu nebigu yidhi uu leegyahay ilka aragtay oo dunuub iyo macaasi ay ku wada qoran tahay. markaasuu addoonku yaabayaa, markaasaa ilaahay ku odhan doonaa malaa'igtaydii camalka soo qoraysa may kugu xadgudubtay? markaasuu leeyahay may igumay xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan anigaa geystay, afalaka cudrun, haddana wax cudurdaara ma sheeganaysa? markaasuu leeyahay maya, balaa ina laka cindana xasanatan laa dulma calayka alyowma uxdur wasnaka, agtayada hal xasana ayaad soo dhigatay oo kuu taalle, halkan meeshan cidna laguma dulmiyo, waa maxkamad weeyaan, ilaaha caadilka ayaa ka taliya. wanadacu lmawaasiina alqista liyowma alqiyaama falaa tudlamu nafsu shay-a wain kaana mithqaala xabatin min khardal aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin. mithqaala dara in la eg oo khayra ama oo shara ninka maalintaa banka qiyaama isagoo wata tega laga dulmin maaye baa ilaahay yidhi, lagu xadgudbi maaye, waxa uu la tegay baa laga abaalmarin doonaa, waayo ilaah caadila maalintaa ka talinaya maxkamaddaas mid laaluush qaadanaya, mid laaluush la siinaya, mid shafaacad maaragtaana ilaahay noo ergiye markaa la odhanaya meeshu ma taagna waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa, nin walba camalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya. deedna ilaahay tabaaraka wa tacaala shafeecadda ambiya malaa'igta iyo shafeecadda ambiyada iyo shafeecadda culammada kadib ayaa la bilaabi doonaa. markaasaa ilaahay odhan doona agtayada hal xasana ayaad soo dhigato kuu taalle oradoo halka camalka lagu miisaamo tag baa lagu odhan doonaa. waxaa la soo saaray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bitaaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an laa ilaaha ila allah, shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh. dadna markaasaa la qaadi, markaasuu leeyahay maxay intay kaga dhacaysaa kelmaddan warqaddan yari 99 rejister oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysaa? markaasaa la odhan doona uxdur wasnaka, halka camalka lagu miisaamo adigu iska teg. markaasu waa la keeni doonaa 99 rejister, xaggan ayaa la saari doonaa, kelmaddii towxiidka qalbigiisa ku jirtuu la yimidayna kafadda kalaa loo saari buu nebigu yidhi, falaa yadkhulu maca ismi illaahi shay, ilaahay magiciisa wax ka cuslaanaya ma jirta buu rasuulku yidhi. kalimatu tayiba, dad muslimiina oo shahaadanaya oo weliba diintii danaynaya oo masaajidii camiraya oo diintii baranaya oo diintii dhegaysanaya oo diintii ka hadlaaya ayaa ilaahay naga dhigay. kam nicmada qadarkayga maba garan karnaba maanta inagu. dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkooga qadarkayga way gartaan. magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqa la lama maro, waa isognahay. dahabkana warkiisaba iska daaba. sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeega intoo la garto in loo ilaaliyo. maa qadaru llaha xaqa qadrihi, ilaahay cadamadiisii macrifadiisii cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan. markaasaa ilaahay lutfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya. waila acmaal aan mutaysanayn aan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta, laakiin raxmadiisaan ku joognaa, dulqaadkiisaan ku joognaa, lutfigiisa ayaan ku joognaa, asturkiisa ayaan ku joognaa. yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix, waa munaajaadkii nebigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray, yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix, ilaaha quruxdaydii sifaatka igu war wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow, allahaasaa mahadla buu nebigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilaahay la munaajoonayo.
nicmada inta intaan haysanaa la rabaa inaan eegno, inta naga maqan ha eegin, inta ka maqan ha eegin. Dadka maanta muslimiintu intooda badan waxay eegaan nicmada inta ka maqan bay eegaan. Yuta yawma alqiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli nnar fayusbaqu sabqatan fi nnari thumma yuqalu hal ra'ayta khayran qattun hal marra bika na'imun qat. Dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso, kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laakiin isagoo ahlu naar ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado. Hal mar keliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa, naarta la gelin waa laga soo celin doonaa, markaasaa la weydiin doonaa oo la oran doonaa weligaa adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmad ma ku soo martay? Intuu ilaahay ku dhaartay buu leeyahay weligay nicmad iyo barwaaqo haba yaraatay aanu maba arag buu leeyahay. Waa keena dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa, ugu barwaaqo badnaa. Hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar keliya. Nicmada adduunyadan dul taalla ee dadku maanta nicmad ay moodayaan, ee markii nicmo la hadal qaadaba kombiyuutarkeenna ay ka soo baxayso adduunyadu, maanta nicmad markaan hadal qaadna waxa maskaxdeenna markaaba ku soo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeenna ku soo degdegaysa. Nicma salaada jamacad ku tukatay baa nicmada, hadalka ilaahay le noo sakhiray ku hadlayna baa nicmada, maqalkaagii aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada, sujuudaad sujuudaysid baa nicmada, carabkaad ilaahay kaga shukrinaysid baa nicmada, gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada. Nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go'an, labada lugoodna halkaa ku go'an, in dhalo oo weliba aan waxbana arkaynin, barasloo jirkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday, ilaaha iga ilaaliyey baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa. Markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi, balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay? Waa adigan gacmihiina waad laadahay, lugihii waad laadahay, araggii waad laadahay, midabkaagii waa doorsoon yahay, waa baras baad leedahay, waa maxay nicmada adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey? Waa balaayadee buu aad sheegaysid? Wuxuu yidhi aniga ilaahay jalla wacalaa wuxuu i siiyey qalban shaakiran walisaanan dhaakiran, qalbi waxaa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa, iyo carab waxaa ilaahay i siiyey mar walba aan ku haya dikrigiisa iyo taacaddiisa, miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo? Dadka ilaahay quluubti intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la, carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi la. inagu maanta nicmad markaan maqalo waa maskaxdeena markaaba kusoo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega. Dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa, laakiin maxay ugu taallaa ayaan darro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay rasuulkiisa garanayn. laa yaghurannaka taqallubu alladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil thumma maawaahum jahannam wabisa almihaad. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ee kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba wax iyo tekhnoloji ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yidhi, ha ku degmin. waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi, waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi, ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaan iska dhaafaan nebiga lagu yidhi, gadaal dambeysa ogaan doonaane baa ilaahay yidhi. mataacun qaliil, in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaan in yar bay haystaan. thumma maawaahum jahannam, halkay ku hoyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah. kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa, ugu nicmo badan, laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aanan garanayn, isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan ku sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam, ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan,
adiga inta qabe bini'aadamka soo badbaadi la yidhina noloshiisi iyo dhaqankiisii buu arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahadaa aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugood caadiga ku socda weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacaayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyada oo dhan ku halmaamay wayutaa biashadi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna wayutaa biashadi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna fayusbagu sabqata fi ljanna fayuqaalu laka hal mara bika shiddatun qad hal mara bika buusun qad fayaquulu laa wallahi yaa rabbi aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam xadiidu macnihiisu ahaa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa ugu mashaakilka badnaa kaasaa banka qiyaama la keenay buu nebigu yidhi isagoo laakiin jannada loo sii wada ahlu jannaa hal mar keliya jannada la tusin ama la gelin yusbaq waa la gelin mar keliya waa laga soo qaban markaasaa la odhan doona weligaa yaa lahaa intaad adduunyada ku noolayd wax dhibaato ah wax mashaakil ah wax masiibo ah ma la kulantay intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanaya may weligay dhibaato mabaarag buu leeyahay waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa kay xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo daahirka sidaasuu ka ahaa laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka ila noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu yidhi markuu nebigu yidhi addunyaa sijnu lmumin wa jannatu lkaafir marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan jannada uu nebigu sheegay waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan waxba ka xaaran maaha iyaga waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabbayaan siday rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshay rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaka ma aragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecaddaas qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaash iyo xaaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn uu rasuulkiisii garanayn uu shareecadda iyo diinta aaminsanayn shahawadiisii adduunyadanu ku gudanaya isagu markaa jannadiisii waa halkan maalintuu dhintana jannadiisii buu ka baxayoo jahannama loo qaadayaa isaga marka daahirkuu ka raaxaysanayaa daahirka aqal wanaagsan gaadhi wanaagsan guri naag gabadh qurux badan dhar qurux badan waddan qurux badan nolol daahirka ka qurux badan laakiin gudaha way ka ooyayaan ama muslimka miyaa muslimku daahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn uu dalkiisu burbursan yahay oo abaaruhu ku badan yihiin oo colaaddu ku badan tahay oo faqrigu ku badan yahay oo bugtaantu ku badan tahay oo rafaadku ku badan yahayna qof oo muslimku guduhu ka raaxaysanayaa tal qisan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaalah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tegeen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddan ka kalluumaysanayaa oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi deedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkiigan u geeyaa buu ka yidhi
way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu maxaa ka dhigaa waa qiso mathal yacni waxay ku yidhaahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabaggaabaad badweynta ku tuuran halkaad laba iyo saddex maalintii aad qabanayseen labaatan baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee lacagta yar ururso ururso doon yar baad markaa dambe iibsan doontaa injin yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii labaatan aad soo qabanaysay boqol kalluun baad soo qaban ilaa laba boqol oo xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu yidhi kadibna dhowr sana sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xaggeega fadeed baan idhahnay jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo weliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobollada waddanka oo dhan baad ka furaynaysaa markaa branch meelo maaragtaani aad ku iibisad kalluunka waddanka dhanba kalluunka adigaa siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana shan sano lix sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshaddii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshaddaasi markaa way shaqaynaysaa waad shaqaynaysaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weynoo villa ayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi sownigii hurday maa iminkadan waxaan ka wadaa macnaa isku aragti ma nihin nolosha daahirka maaha nolosha muslimku ibnu taymiya raximahullah ayaa yidhi ina lilaahi jannatan fi dunyaa adduunyadan dusheeda ilaahay jannuu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yidhi jannada adduunyadu waa maxay waa xayaata aliimaani waalacmaal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay uu qadarka aaminsan raaxadu maaha nolosha daahirka ku hagaagta tan maanta adduunya dadku masiibo u yaqaanaana masiibo maaha adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn sheeg masiibo way jirtaa adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo islaanta oo kaa xanuunsata waa masiibo ganacsigii tijaaraddii oo kaa baabada waa masiibo hata ardayga jaamacadaha dhiganaya hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhire markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqoni doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan qur-aanka ilaahay noogu sheegay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala innakum maakithuun afartan sannadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaanay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal ii sheeg dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhiro markii la tegana masaa'ibta aakhiro masiibada ugu yar waxay noqoni doontaa waa dhimashada weeyaan saa darteed adduunyadu way nagu weynaan agteenna waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamku muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato
walla dhimanaya dhimashada waxa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya janniga naar baa dambeysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada boqolkii sano lagu siiyay lixdankii sano adduunyada lagu deeqay kontonkii sano adduunyada lagu siiyay waxaad soo ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad daqiiqad baa lagu weydiin doonaa Ataa As-Sulaymi raximahullah ayaa nin taabiciya buu ahaayo aad u murug badan salafu saalix waxaa lagu yidhi yaa sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahee dadka maxaad dheer tahay baa lagu yidhi waa ninka la yidhi soddon sano isagoo qoslayna lama arag soddon sanona samada ma eegin baa la yidhi dhulka umu sadaa weega u soconayay ninka meel u caddahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weynayd iyaga markaasuu ku yidhi الموت في عنقي والقيامة موقفي والموت في عنقي والقبر بيتي والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان ذو محان نمرقوني محان لم مرقوني بويري غيري ذي باقورت عيسورا قبرنا وأقل كيجي قيامهنا واللي جوجين دونا أفرتن كن أو سنبر ابن عباس وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة أفرتن كن أو سنبر ابن عباس أيا لجوجي دونا بنك قيامة طبعاً كن أو سنة الحساب تقول دماني دونت بل ساعد هل كجوكسو مالين ما جوجي كرنا مال أفرتن كن أو سنة أيا سيدا لو تقنبر ابن عباس ومفسر في القرآن wax ka hore wax cideeda ka wax kuleelka ka hareenaya ma jiro meel la fadhiisanayaa ma leh meel biyo laga cabayaa ma leh geel la harsanayaa ma leh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imriin minhum yowmaidin sha'nu yugniihi waliba waa maalin baa ilaahay yidhi waa maalin habeen lama sheegin yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يومئذ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ذلك يوم التغابن قرآن قال لغو شيئا ويوم ومالين كليا حبين ملا مالين تاس ومالين مالين تاس هيسو جي سبوري جدك سرانا وضريقا ظلم رأيي ربي جاي مركل اللي هرج وجيان وحكى لكم بما قال بيقولي لا هبين بيس احدان ولا مالين بيس احدان ذاتك اخرضوا اي قلبي جوجا كل بعدي اياك وقصل الى ما اركن اياك وادوية السنة الى ما اركن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومصحابة وحرير السعودان ايا مل مزبلنا ماشن قشن قبك ليلا وسخد لوغ شبو اي عمر اسكور تاغي marka ay saxaabadii ragii la socday ajilada aha way dibsadeen ila imaamadoodii ay sida yiraadaan markaas umar ku yiri hadhihi dunyakum allati tahrisuna alayha adwiyada aad maalinaya habeen aad u dadaalaysaan halkay ku dambeysaan tusinaya eega buu ku yiri waa taas adduunyadu qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh waxaa qiimo leh waa diin ninka diinta qiimeeya qiimo leh hegtiisa inna akramakum cinda allahi atqaakum iimaanka ilaahay nagu qiimeyn hadba intaa diinta islaamka aad qiimeysa aadna ilaahay ku qiimeyn halka diinta islaamka aad digtaa ilaahay adigana ku dhigi maanta muslimiintu halkay joogaan ilaahay ma dhiginayo kaas dhigay yaana dhigay halkan joogna maanta camalkeenana dhigay hadaa is dhigay lima iyo kamaa baa ku jirnaa maanta dhexdeed lima iyo kamaa dowlatu alcabaasiya ninkii mutawakil la odhan jiray ayaa dad muslimiin uu ka qaatay dhulkoogii iyo beerahoogii markaaba dadkii muslimiintu intaysa soo raaceen gabadh walaashii oo la dhalato nafiisa la odhan jiray bay ku yidhaahdeen walaalka aduu ku jecel yahay aduu ku maqlaaye beerahayagii tijaaradeedii xoolahayagii buu naga qaateen nagala hadal bay ku yidhaahdeen
مركز كتري سأفعله إن شاء الله وأن يلي دون أسداس والله اللي دون أبي كتري هل كي يكون لا تعجب بقر كدري قصوم ريباليدي مركز كود هذا واقع مركز بقر كي اللي يجري حرس كسيبا كود ولا شابا مشي تاجن ولا شابا أنت تاجن وهل كان جوكتا مركز كصو اللحدو ولا شيء بوي مدي مركز دتون كصو الرن لب هل أربي كتري وهاي كتري لما مركز كود كما مركز خلا دقاقين مركز كلا دقاقين dadkii markii horeba ninkan ka cabanay kaga cabanayay ayaa waxay ku raadeen gabadhi waanaki ku sheegney kugu soo ashka toogne isagana waa ka ilaahay meesha soo mariyay miyey nagala hadashay bay ku raadeen markaas ay ku tiri waanigi la hadlay ma isaguna wakii jawaabay markaas ay ku raadeen lima iyo kama umbaad siraadeen maxaan ka garanay balno macnay bay ku raadeen markaas aan ku iri lima tadlimuna an-nasa maxaa dadka u dulminaysaan ودوحوغي حولوغ او قادن ايسان بان كو ايدي مرقاسو ايغو جوابي كما تكونو يولا عليكم وعاد كتر على سداد انكو اتهين اي مدح دينونا نغونا يا كدبو يدي وحان ولالكي هذا القيسة كفا ما بي كتر انكو لاه او توبت كينا هداد هاقاكتان مدح دينا هاقاكي هداد باناتان مدح دينا بانان هدو عملكو هاقاكو حالة دويد ودنبا هاقاكي هدو عملكو نغحو مادنا حالة الدويد ودنبا حمان أعمال با إلهي دون يا عمل هل قمادة مسلمين تو أي جوغان عمل كوغا دقين هدان سون نقننا إلهي تبارك وتعالى الرحمة دي سوا واسع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون با إلهي دي سون نقض با إلهي نليه هدان مانتين سادة دونكن يا أخرى ذو الليبانتان هذا ليبان دون إنه ومحي وإن الإله إنه أصون نقول هذا العريق الرمل إنه كبحنا وفقر كبحنا وندل كبحنا وقحوت إنما كبحنا وقال هذا مسلمين تواي قعما هو سيستان هذا الربان إنه كبحان وإن الإله إنه أصون نقضه وإله أصون نقضه ومحي معنى يقول كتابك إله أصون نقضه سنة النبي إنه أصون نقضه عليه الصلاة والسلام دين ديني أصون نقضه سيد دين الله نقول كرا دين دستور لوگون نگو کرد وام هی این نلشینه دینی ایتیم آد دو دل با الهای کوچه دین تیلهای اوسو دل ویان ادویه دن مانتا آن کد با دعینو یا بحیا بلیشگا یا بحیا الهی با بحیا قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إلهي ما بحيه عد كلمة بحيس كو فقير كده جوا فقير كو غني كده جوا غني كو عزة جوا عزيز كو دل ينعد عزة كرتها ملا كو إلهي النعمة وقرتنا عد نعمة كو عين كرتها وقادن كرتها مجرت كي إلهي جل وعلا أهدينا عد ما بادي عين كرتها كيلا هاي باذيين عدم هذين كرتو كيلا هاي تبارك وتعالى وكرو قادو عدوسو مدك كرهيسو كيلا هاي وصو دقن عد كرو قادي كريميسو وحيلا هاي بحيو عدم من عين كرتو وحيلا هاي من عين عدم بحين كرتو عبادة بن الصامت رضي الله عنه ايا مركو داوين هذي انجي سيبا كود آبا دردارا دردارا كما دنبيس يسيبو يري وادي قوين هذي وادحنو سنتها مرقاسو لي وهقاق يسوف ريسيا وحنوسيه وضريح وجيفا لكن قولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إسقاط جيفين وشجود يديه احترام وهذا الكإله احترام أيه وهذا الكنبي كحرمين أيه أيوني صوتيري ولا صوتيري مرقس وكري دقيسين كيجيو إنك لن تجد حقيق إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا المعنى سهاب كيري أبينك يجيو إدقيسو إسلام نمدح على ودير إيمانك معانكيس لا إله إلا الله معانك ما تدد من حقيقة ذو قلبك ما يقل إلى أدقرتا وحكو دع السنكو مدافين وحكو دافين السنكو مدعين أركان الإيمان ركنك أقدم بيبو أشيغي
وهلك ما أنت دين المسلمين تأكل دعوة عنها إلا ما رحم ربي مويانه إيمان بالقدر إيمان بالقدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وها أدوية كبع يا شر يا خير ووحي لها قدري ويا موضوع عصوك الله حقيقة الإيمان إيمانك معانكيسا لا إله إلا الله حقيقة يدو قلبك ما يسنقل إلى أدقرتا وحي كنافي سنكو مدعين وحكو دعين سنكو مد كما سيقين هذا الكان أنو اسكمله بوكيدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيان كما غلي سقال خلقك إلهي مركو أبورك أبور أي شيء أقول رجاء إلهي وأبور قلم بوها مرقاس إلهي كوري قلم كي قر مرقاس وقلم كوري يا ربي محام قرى أكتم مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا المعنى سوها وحال قر تابا لقويري إلى ساعة قيامة وعيدا عيسو وحا أدوية كده عيودا قربا لقويري عقيدة داس اعتقادك نوع عاصب ويري صحابي قاس وحالنا بري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أظن أن اعتقادك قبل حدا دمتد وحد نار وحد وقت نار بتكون عدي أقوب كيدي إيمان بالقدر وحد كوكو دعايا وحد هيستو وحا كامغن وحا أدوية اسبدل كدعايا يا كينا الله باك كينا عيدك لما كينت وحا إلى هاي لها عيدك لها ونسبين مال انتي هبينك إلى هاي باك كينا ندامك عالم كنا قعانت إلى هاي ما أنا قعانك لكم مجرو مركات إيمانك يدين تبر الشديدة واللود ذا لا أما أدوية وانت إلى هاي نقدري ويان سفي عن هذا الكود جيستا دين تا دال با إلى هاي كحري أدوية ميا وانت إلى هاي كو قدري ويان هل مثل عجيب أني شيء أذا ما القبائن هذو دين تو ده هل كايا قات المهيس المهاسي حولهن واحتعب السجى كما قالن لكن إلهي بقى قدري إلهي بقى قدري وأدوية دي لكن من عالمة ومحدثة والربانية وإلهي كحرا ولبا كرامل ودعاء دي سلا أقبله وولي إلهي حدو قيري ودو دنتو إنن كي ودلي علمي حديثي قرآنك كرامتي تقوتي قبول يدي ولها مكور ايه كرتا حقيقة كما دعضا ما يقولون كينا كدعضا وارما كدعضا دول كينا مجرتو وايو والدين تهرى والدنيو تنوى الدين دين وها إلهي شرط وقد يقولون دادالا بس هذا العالم ربتين النقطو وانا العلم كبرتا هذا مؤمن نقطة مؤمن إيمان كوالا برتا هذا دون متدين إن نقطة دين توالا برتا إسلام ماذا وضيق لها يكون سيئي لكن مسلم دبع إن نقطة أدي ذلك يكون حرنتا إسلام ماذا وشريعة مسلم كنا وشخصا إسلام ماذا يا نقول ده قيمك يا نقول ده إلهي بين نقول ده سوما لكن مسلم قمن إن نقطة ما يكون حرنتا دذال بيكو حرنتا ارحمك الله دذال بيكو حرنتا سادرتي بعلمة ليهن الدوية ده والضيق لحي بحيو دذالنا واللغو هلا دذالنا آننا واللغو هلا بل دعانا واللغو هلا ونبي سليمان ملكك الدوية ده ما دذال بكو هلا مسدوعو كو هلا بل ايش هيك رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ما هاكو حيكا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب مركب إلى هاي وانا قبل يبدي دعادي سي ملكي قادوك ونما قعنتك قلني ما هلا أقول حلاهي ويدستي ما هالدبلوم يتعلن يرماه وملك ولبا السجد دبدي عدا بنا عنو قلمين أيا إله يود إله إسي دنبقى إله داف ملكي قعين كاسن إله إسي إلهي وحوري مركب وحوري وانك أقبل دعادي واسيني ملكي انتين اللي اقبل لسيه مركا
هذا الكشمبرة هلا بري قران جدا هذا الكيجيبو مغلي دبيلها الله صخري جنك يا شياطين تي عفاريدة أيا جعنتي سيلا هاي سوقلي أو أمرك يسي بدها أنت كو جلان جواهر تهدم كي وصو صارين أقل ذي ودي سين ودوين كي سمينين وحلي وح أبا هذول النبي سليمان جنك يا شياطين تو ودري أي وحلي وح شمبري هوا الدولارنا كرك يسي سدا وصعون جرين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى أتوا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأكد عيسى دعاس ملكي عالم كوردن إلهي أنتو سوق هذي أي إلهي النبي سليمان قانتك قليه بلا شروط وح شروط لكم حدن مرقاسا إلهي هذا عطاؤنا تنوى الضيق ذا يدي فمن أو أمسك بغير حساب هذا دونت قل ذي سوء وعدا دونت قل ذي سوء أو سي هذا دونت حيسبا لكم يدي وحبا لقاو يدين مايتا لكم حسابين مايبتا وأدويو لكن قصة النبي إبراهيم عليه السلام دقيسو والنبي إبراهيم وخليلك إلهي جل وعلا ولب دعوة امتحان بوصو مري ماركو ويديست إلهي جل وعلا إن لو زياديو إيمان كيسا إن معرفة ربك أي أكرا ماركو ويديستي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي محاكو حكته قال فخذ أربعة من الطير شروط بل يالهر لكي سقع أفر شمبر الله كالي بل قويل هدى الدونس إيمان كنا كو زياد معرفة ربك إني كو كرد هدى الدونس أفر شمبر صوق بو مستعدون ديار موت عندي يا هل قانون سعودات فهمتين سوما فخذ أربعة من الطير أفر شبرة سوق بالغيري علم اليقين لا يهي لكن حر عين اليقين واركو علم اليقين لا يهي أولم تؤمن بالغوير ما درمين وحد انتهي سانو صنو لينو ميان درمي سنين إنا صو ساري كرنو إنا أبوري كرنو مركلة إنا نولين كرنو قال بلا مي ورمي سن هاي بودي تار ربي قيو ولكن ليطمئن قلبي وحربا إن قلبي قي إيمانك يا معرفة ذاتو أي سيبيو دكتو من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى أركان ربابا شيء الله سمعنا إلى أركان ربا وهذا قافر شمبر الله كالي بلغو يري وشرط دقاس وضي الدأوين ولبا أفر شمبر الله ولبا نسكن نوع حين بعلماء دولادين وكال نوع ومذ والبا ودن قونية ميل قونية لغا سوقبان آيو وضي الدأوين سوقبا شديد ما يؤفضو داهم سوود بيرتاه سوكوا عدكتاه محال لو شيء قصدنا حكمنا القرآن الله ينفهم سي القرآن وين تدبر كو آخرنا موقتها وحالي نو شيء يا سليمان أدوية دون إلهي ويديستينا بلا شروط بلغو سي وهي أدوية دو قيمة ملي لكن إبراهيم وح قيمة لون ويديستيكا ديغان تاي شروط ما كو حرني ساقا دين تو قيمة إلا دهي شيء قيمة هلا وحال لغو قرتا مرك هذا ذوق القيم وحقيمها أكت هذا لا تقشتين. وضيبا إن كيس كويدي. أبا أنت أو سنان مصاريف كسينة يه. بل ما أنت كل شيلن أبا إيكم بكرة كل شيلن. ديدت كأجر ربا إن عناء. كوي روعي المجال وولجي شقاء نركن. هذا الكويدي وكو كريد.
ودين عبانو دافين مركز أوت جيب على الهوية دي بقول هوية كون شلني سيو محاد كده جيو أنا أوبهان هوية سيو يسي سي ودقي أبيه بوجي إنتو نين لعكت صوشة خي يسكت جيب ودابو هو طن لعكت يهو وكان قادو دب هرتي سكب حيب وكون كيشلون كتورة ودقي مركز ولي بين كيسيب هوس تكير أجو ساسو هاجي مركز هذانا طبعا معلومات كدي بوكيدي بل بريت ولا نوان كون كيشلون أبو وان كارب فريد بابا تايا دقوية شغل أبو تقارنا كون شلني كان هو يدوم بوكير وريجو هو يلعق السيوم حد كده جو أبان هو يسيسهم هو يمكت هو يمعن هو كانوا وكقالوا ضب كيوم هذانا كتورة كينه بل مالين مدة كدي بو هذا نيدي بل ما دنا أبو فريد بابا نقطة هو تقول يكون شيء لنسيه وارلعك تبري هنا ديجا قرطورته هالكيد جيسا هو يروح تما يكون شيء قاها أبا يقول يدي إيش شقة هم شقة ما قرنا يه سجن مركه أوجي يكون كشيء لنا هم حكى ديجا وده يقول عقته والله الضب هرتي سكب حيوم بكتورة يسقون مركه سيكون تري وارلعك لجوا أنا قوم حيه وارد مجال ده أقوله ديجا ومثال يعني مثل حتى تفهموا وشغلة تجي ده مركه هو حركة ما نقل لسه يبغى حركة هو رستو ما لين تيم سات صوشة قيسا يعين كاسو كل شيء لنا والله شغلة تجو هذا هو حول سوق قبلني يبغى سوق قبتي لعكتي هوري لعكت المسكو قيمة مركه هو كأنه هذا جين أبو هو مركه سو يدي ولي هذا البر راعي ويحود أبو لعكت الضب كاي لالي ده نبي يقصلي <يا. تصفيق> marka suudi oo maxaa ku jaban buu hadaan ku toora kuu horba sawniga gubayay ma may abtanati hor way ka duwantahay tan he tan waa dhidid baa ku baxay buu waxaan ka waxaan u soo qaatay midalkaas sheygan marka uu maal iyo waqti iyo aqli iyo dadaal iyo ragnimo ay ka gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega دين تأودتك الله براء وددال دينيد دين تأودتك الله سو براء رجي الله يرى وددال دينيد أذيك الله فهان تالو صلاة الجمعة أتكو إلى لسا وددال رير كاغي أوبت كاغا أو دين تإلهي أتكو تربية ديسا كسب حلالنا أذوك سو شقيسا والجهاد والددل وقت جا جمال كا جا أرضي جا مال أرضي جا وقت جيسا إنه دين تبرت كوب هنا يا والجهاد من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع مال كا جا وقت جا جا وقت يركسو جيسا وذلها درتي أضرب حدا كل بطول وكل بهيجد كل بمي كل بمجالة على الله درتي أوب هذا رير كاغي أوب تكاغنا أي واحد كوجسي سجان أدوك تكتا ودعوة وجهاد رير كاغا ضيع الله لقومله لقومنا أورن نبى النبي قوي مدود أور كاغا ما ندبرا مسيلة هي بنو تلصارتا وعو النبي كود أور كاغا دبرو إلى هنا تلصار مركات بحيسو هذا دافر بلود بحيسو هذا لما بلود بحيسو هذا بل بحيسو هذا سنة بحيسو رير كاغا مسؤوليات با كاسارنا وحا بيل كدقنا ين مال أصار لنا علاك قد قاقضا عقلنا ما أقبله شرعنا ما أقبله هذا داركتين وضم قشان مد ليرير كيسيبو كقد قاقا بلا بيل كاسيوا ترتيب تي دعوة دو قرم مري دعوة دو دن ما حصد اسي اوغادا ترتيب تي دعوة دو ايو ير قرم مري دا قولو والبا قار ير مشددين نقضو اسكي لئين سوما او ير نورا كاو نورا مركا لكن من هشكو ماها من هشكو ما قبو ان غير كلا ضيعا ما قبو من هشكو منهج النبوة وحو قبا نبي قنن باوهم دا عليه الصلاة والسلام
وعلي رسول الله إنهم بحرّوا جهادك وعهدي النبيك دقلنا والله بحاجي مرقاسون محاذو بحاجي سايشك وعلي جنان دونيا لبدا دي والد من ملنوليهين مرقاسون هو يا كان والبويري ما يدو كار علي بعد كتمي دي مس يدو سفر كاقا كار علي هين ما يسفر كاقا كار علي ما هين بوري سو جنما دوني سدها ألزم رجليها ثم الجنة برسولك يوري كنا قيدوا اللغه هيك قبسو ادوب وخذ ما رامي قالي هل قابا جنة ذكا قالي سعادق ويا لكن وحان لنا هاي وقت جينا نقيبنا تفرق لعبادتي باكو شقيننا تفرق لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملات يدك شغلا ولما سد فقرك وقت كان قيبنا وقت جاس ريركي وقت جاس شقدي وقت جاس تعليمتي وقت جاس دعوتي وقت جاس مساجدك وقت جاس قرابتي وقت جاس أبتك ولبا إنك وعدان دتك في الصومال كوه الله وقت با إلهين السيئ لكن وقت جينا ما أنت مجتمعنا أفكا كوه الله أنت وضبدا وقت جينا وحكو ذات ما لا يعني بكل ماضي عمر الله نهاي والمساجد ذا صوغلا علماء ذا كسو حرمة صلاة تكذا نفتينا تربية ديا قال إلهي درتي جماعة دورا ونفت هذا صو إصلاح تاجرك فقيرك غني أضيئي إينا دمان ومدودا دين تينا كشغين إلهي با نو دورتي يعني نو دورتي هو اجتباكم با إلهي هو اجتباكم إلهي بأن الدورتي محيو لهي أن الدورتي مركا إن الدين تكسى غيسان لغو الدورتي ما هاي إن عابد نغو تكليا لا عبادته أذي قار كوتهي صلاة دي الصونك يزكي دي حشق أذي قار كويهين لكن وحا أمد أنفعي ومحي ودعوة دي تعليم تأمد أنفعي دين تن سداء أنصو شاقني الدوية دواك الدعان واللغو هلا دين تن لكن ددال باللغو هلا إنك لكن وان بدل ما أنت هذا الصومالي إنه هو حلين هاي الدويدو دذال بأوبه أنت وك الدويدو صعنو وأنك أقوله فين وأقول اللي يريد إني بذها يسحرق اللي بيقولهم أي قولهم مادن كده بوريك ودنا ذا قال ده بري أنا كوجون أيان مد بانكوني war ilaahay dirtii noor raac laba bilood oo noor raac 4 cisho wuxuu yiri nimay yahow dhowr iyo 20 sano joogay bil Europe Denmark iman dhowr iyo 20 sano joogay shaqalaan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yiri hadaan shaqo raadinayaa nimay yahow culumay shaqo ilaahay ii weydiiyo shaqo yar oo fiican buu yiri anaka ibo talaac noor raaciba illa oo madhun guri lagu saleeyo boqta markaasan ha hadana gobol kale tagnay nin waxaan halle markaa isaguna yiri dalka Mareykanka waxaan ku noolahay 730 sano bal 10 bari naraa oo naftada soo islaahi oo bal aakhirada dareenkeegi dareenki aakhiro in yar ka ilaahay la soo munaajoonay markaas 730 sano wadanka jooga buuri hadaan maanta dhinta kafan ma haysta buuri waxaa la sheegay buurii inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayay oo qol aan nooli ururnayse culumay ducada ugu darbay buurii haye waxa ugu darnay socodna waxa soo noqonay anaga Dubai habeen marayna airport-ka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warama ma Soomaaliyad baa tahay Soomaaliyad baana ma sha Allah hakeed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno waddanka noloshii si ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay ugu tiri markay ii soo duceeyaan ki dalka joogay xaq u socdaa wuxuu ku duceeyay Ilaahay Yurub mari gali ki Yurub joogay Ilaahay mar Mareykan gali North America gali ki Mareykan joogay Australia ii gaarsi ki Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconaa فراغ بان هاي سنة داتش مال فردين كرمان هنا نكو دين باير دايح قعمات كوه الرجال لا دريبولوا كفتن
laba nin baa loogu tagay wadaya hadduu fadhida Soomaali iyo Hindi. Hindigii baa loogu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa? Markaasuu yidhi ganacsi, ganacsi baan ka yar gelinayaa buu yidhi. Waa dhul cidlaa. Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa? Transit baan hay buu. Nabiga ku salli. Xaggee markaa u soconaa bal sheega? War meeshaan ku fiicannahay innaku waa diinta weeyaan. Insha Allah dhahda. diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta ilaahay noo qadaro de diinta dadaalkayga insha allah inaan ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeyseen allah inii soo dhaweeyo allah inagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam